انا جوني ابونا جاني هذا موجود لتوجيه من معالي وزارة الصحة الدكتورة عادل حمود، قمنا اليوم بإنجاز هذا المشروع الكبير والعظيم في مدينة الموصل وفي الجانب في مستشفى الحبل شوكي مستشفى ابن سينا، حيث قمنا بافتتاح صالات العمليات الجراحية لجراحة الجملة العصبية. هذه صالات العمليات المتطورة جدا وبتقنيات عالية، حيث قامت كوادر دائرة صحة نينوى ومهندسيها بتأهيل وترميم هذه الصالات. هذه الصالات هناك قدموا مقاولين للقيام بإنجاز هذا المشروع بمبلغ 2 مليار دينار، ولكن الكوادر الهندسية في دار الصحة نينوى قامت بجهود ذاتية بإنجاز هذا المشروع الكبير والعظيم وبمبلغ فقط 250 مليون دينار فقط. هذه الصالات كما ترون مغلفة بالستيل، ولأول مرة في العراق يتم إنشاء وتأهيل صالات عمليات بهذا النوع، إضافة إلى أنه بالإمكان نقل العملية الجراحية التي يقوم بها جراح الجملة العصبية إلى خارج العراق، والتواصل عن طريق الدول والأخصائيين في الدول الأوروبية من أجل التواصل وتقديم المشروع. باسمي وباسم جميع كوادر دائرة الصحة نينوى نقدم الشكر والتقدير لكل الجهود التي قامت بدعم جهود دائرة الصحة نينوى ومنتسبيها لإنجاز هذه المشروع الكبير، كما نبارك لأهالي محافظة نينوى هذا المشروع الكبير والعظيم في محافظة نينوى المنكوبة التي شهدت تدميرا كبيرا من قبل دواعش الأنقاس، ولكن عاهدنا الله وعاهدنا مواطنين الكرام على أن سنبقى الجنود الأوفياء لإعادة بناء ما دمره الأشرار، ونحن ساعين أيضا من أجل إعادة الحياة الطبية والخدمية لجميع مؤسسات الصحية وخصوصا في الجانب الأيمن من مدينة الموصل. وإن شاء الله في الأشهر القريبة القادمة سنقوم بافتتاح مستشفيات أخرى، ومنها مستشفى جي آي زد الألماني سعة 150 سرير في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، الذي يحتوي أيضا على أفضل أنواع الأجهزة الطبية وصالات العمليات الجراحية. بتوجيه من معالي وزيرة الصحة وبمتابعة متميزة من الدكتور فلاح الطائي مدير عام دائرة الصحة نينوى وإشرافي المباشر في افتتاح هذه الصالات، قمنا نحن منتسبي مستشفى ابن سينا التعليمي والكوادر الهندسية في دائرة الصحة والكوادر الهندسية في مستشفانا بمتابعة موضوع فتح صالات العمليات للجملة العصبية، وحيث أن هذه الصالات من الجودة والنوعية ذات مستوى عالي ووفقا للمواصفات العالمية، ونحن في هذا اليوم نفتخر بما قدمه منتسبو دائرة الصحة لمحافظة نينوى في إنجاز هذه العمليات. يوم جميل جدا هذا اليوم بافتتاح صالة جراحة الجملة العصبية. باسم جراحي جملة العصبية نتقدم بالشكر الجزيل لمعالي وزيرة الصحة ولسيد مدير صحة عام دائرة صحة نينوى ولسيد مدير مستشفانا على هذا الجهد الطيب، وشكر موصول لكل من ساهم بإنجاز هذا العمل الطيب لتقديم الخدمة الأفضل لمرضانا.